موضوع ان الذكاء الاصطناعي ده بقى موجود في كل المجالات وفرض نفسه في كل المجالات العلميه والتكنولوجيه، ده امر خلاص مفروغ منه، خلاص بنشوفه خلال الفتره اللي فاتت. عامل مؤثر وعامل مهم جدا في كل القطاعات، طبي، هندسي، رياضي، في كل المجالات والقطاعات. لكن الجديد بقى انه بيوصل لمشاعر الناس. في حاجه اسمها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي دلوقتي، او بقت تقدر ان هي عندها القدره ان هي تسمع مشاكلك، تتكلم معاك وتقدر الموقف وتتفهم ظروفك النفسيه والعاطفيه كمان. مش بس كده، ده بيقدم لك كمان حلول بتساعدك في بعض المواقف. مش عارف ولا انا عارف بصراحه، ولا متخيل يعني. خلينا نمشي معاهم واحده واحده. انا عارفه ان في تطوير يعني، وفي تطور كده في الذكاء الاصطناعي انه بيركز بقى على المشاعر، لكن فكره بقى ان احنا نلاقي فجاه ان في ابلكيشن اسمه Angry GF، الابلكيشن ده بيشتغل على المشاعر، بيشتغل يعني كده مصلح اجتماعي وبيصلح بين الازواج، يعني بيساعد الزوج مثلا انه يفهم مشاعر زوجته او شريكه حياته، وبيعلمها ازاي يحتوي مشاعرها وقت الغضب. وده مش بينطبق فقط على الازواج، بينطبق كمان على الناس مع بعض في الشغل، الناس المحيطين بيك، افراد الاسر. يعني انا بقول لك صباح الخير يا شاذلي، انا نازل هتشغل الانجري جي اف عشان اعرف، وهتفهم من طريقتي وانا بقول لك صباح الخير طبعا، وافهم دوافعك في الصباح شكلها عامل ازاي وطريقه الصباح عشان افهم. ما هو موجود عشان يحلل المشاعر ويفهم الدنيا ويديني بقى الفيدباك اللي على اساسها هتعامل معاه. لا طبعا، ما انا هعتمد عليه. وانا بقول لك صباح الخير يا شاذلي، انا بقول لك صباح الخير يا شاذلي، ما هتفرق بقى الاثنين نفس ذات الصباح الخير يا شاذلي. اعتقد بقى ان دي الحته اللي هو مش هيقدر انه يميزها. العلاقه ما بين الازواج او حتى بين الزوج قائمه على الموده، قائمه على الرحمه. هو مش هيفهم حاجه زي دي. بين الازواج دايما في حاجه اسمها التغافل، ان احنا نعدي لبعض. ما اعتقدش ان هو ممكن يصل لهذه النقطه مهما كان، لكن على كل هو هيبقى مفيد في ان الزوجه ساعات بتروح لصاحبتها اللي هو بتاع الطلاقي دي، عارفها دي، اول ما تيجي تتكلم تفتح بقها حصل مشكله الطلاقي على طول. فهو هيبقى مفيد لانه مش هيدخل ان شاء الله يعني في الحته دي. لكن الحقيقه عندي فضول، وارد ان يدخل، عندي فضول اعرف ازاي الابلكيشن ده بيشتغل. يعني هدفه الاساسي طبعا هو انه يساعد الرجاله والستات على حل الخلافات الزوجيه. بيقولوا ان الزوج مثلا بينزل التطبيق ده على التليفون او الزوجه، عشان بس ما حدش يتخيل ان لازم الزوج هو اللي ينزل الابلكيشن، معاها موبايل هي كمان تقدر تتعامل. يعني لما بيحصل مشكله مع مراته بيفتح الابلكيشن، بس ثواني احنا نروح الاسم، احنا نفتح الابلكيشن عشان نشوف هو بيقول ايه، بيحكي له المشكله اللي حصلت ما بينهم. هنا بقى الذكاء الاصطناعي بيعمل ايه؟ بيحلل الموقف وبيعرف الدوافع بتاعه الموقف ده، وبيقترح كمان الحلول اللي تساعد على تخطي المواقف ببساطه من غير ما نكبر المشكله، وده مهم جدا. وكانها ما كبرتش، وكان واحده عماله تتكلم وتهاتي وتقول عندي مشكله ومتعصبه، وده سايبها وباصص في الموبايل وجايب طرف ثالث صديق. شوف هيقول لي ايه. لا هو مش صديق، هو طرف كمان مش صديق، لا يعرفني ولا يعرفك، هو يعني بيمثل ال، فلا عارف خلفيتها ولا مشاعرها ولا هي متضايقه من ايه ولا الموقف، وفي الاخر هيقوم قايل اي كلام، والزوج هيستنى يسمع اي كلام علشان يطبقه. يعني عارف انت الرومانسيه الزايده اللي بيشوفوها في الافلام دي، هات لها ورد، هو غالبا هيقول له كده، هات لها ورد. انت متخيل الذكاء الاصطناعي ده يعني هيقدر يفهم الستات عايزه ايه، وهيقدر يفهم الرجاله عايزه ايه، وهيعتقد ده هيفهم الرجاله عايزه ايه، لكن مش هيقدر يفهم الستات عايزه ايه. ليه؟ لانه احنا كبشر مش قادرين، كرجاله مش قادرين نفهم الستات عايزه ايه. فهو كمان اعتقد انه هيعجز. هو الذكاء الاصطناعي مش بديل عن الناس الطبيعيه، يعني انتوا عندكم قدره، عدم قدره على الفهم، هو مش هيشتغل يفكر مكانكم. لا 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 خالص، ولا هو يعرف يوصل. قدامه تحديات ان هو يعني يبتدي بقى يحاول يحل محل الذكاء الطبيعي، ما انتش قادرين تعرفوا الامور ماشيه ازاي، لكن اعتقد ان قدامه كتير عشان يوصل لمرحله ان هو يحل المشاكل.